قلت أنا سوف أعمل لصالح الوطن وأنا أنتمي إلى عائلة ثورية. كريم مولاي عميل سابق للمخابرات الجزائرية ما بين أعوام 87 و2000 في أول ظهور علني له. كيف تحول من طالب إلى عميل مأجور للمخابرات؟ على من كان يتجسس ويكتب التقارير؟ ما هي الشخصيات التي ساهم في استدراجها لتصفيتها؟ وماذا يعرف عن المذابح الرهيبة بحق المدنيين؟ بوضوح يعاد بثه في الأوقات التالية.